هلا هلا اشو انا نشتكي عليه كل شيء. برمضان سبحان الله خيره يجي وياه. ناس جار من يطبخ يودي جاره. يعني من ماده مادتين ما شاء الله صينيه تنفرش عده مواد. باي اهل مصر كرت يعني واحد يودي للاخ من برمضان. الطبخات الأساسية اللي أطبخها أني شوربة عدس زلطة تمن يعني المفضل للبنات هنا عندي بنات المرق وعندي شوربة الزبيب لازم يعني للبنات يعجبهم نشوف هذا رمضان أحسن من هذاك رمضان والرمضان اللي قبله كنا محصورين بوقت داعش صار علينا صوم إجباري صوم إجباري شلون صار علينا أكلنا كله على الحنطة والمية اللي نشربه مي حلو مستحيل نشوف المي الحلو ونشوف مي البير هذا نشربه